زوج خطوات وانت لحقت للبحر مع شقة واسعة ومفينية كامل وبجميع الوثائق. السلام عليكم متابعينا الأوفياء، متابعي الوكيل إيموبيلي. انتوما اللي راكم مهتمين بعروض العقارات، معانا راح تلقاو عروض ما يخلصوش من مختلف مناطق الوطن وعقارات بجميع أنواعها. ما عليكم غير تابعونا عبر جميع صفحاتنا الوكيل إيموبيلي باه يلحقوكم كامل عروضنا. كما راكم تشوفوا اليوم رانا في ولاية ساحلية وسياحية في ولاية شلف، دائرة تتنس، بلدية تتنس، بالتحديد في حي الميناء، منطقة فيها مناظر طبيعية خلابة وقريبة للبحر. من هذه المنطقة جبنا لكم شقة أفطر وبمساحة كبيرة للبيع بعقد الملكية. بالنسبة للمرافق كلش متوفر عندك هنا، ابتدائية، متوسطة، ثانوية، مسجد، محلات تجارية، كل متطلبات الحياة راح تلقاهم هنا. كي تشوف العمارات والبحر اللي راح قدامك تفهم عليه اسمه حي الميناء. العمارات راهم بتصميم بزاف شباب والمنطقة راهي سكنية بامتياز، الشي اللي يخليك تستغل الشقة في السكن وتقدر ايضا تستغلها في الاستثمار بحكم راهي في منطقة سياحية وساحلية. الشقة راهي في الطابق الخامس بمساحة 116 متر مربع ومشروحة قاع وش كاين. هنا عندنا شومبغ بارونتال واسعة، راح تشوفوا باللي الغرف في ثلاثة راهم واسعين بيسكو الشقة راهي بمساحة 116 متر مربع. الشاطئ راهي بان من هذه الإطلالة، راه على بعد خطوات برك، الشي اللي يزيد من الطلب على الشقة هذه في حال حبيت تستغلها في الكراء. الشي المميز هنا انه مكاش كولوار، كاين اول كبير مفيني كامل تقدر تستغله وتديره كغرفة استقبال وتربح غرفة واحدة اخرى في الشقة تاعك. كي تشوف لي تساع اللي راه هنا والبلون اللي مخدومة به الشقة تبان لك باللي راك في منزل ارضي، بيسك ما راهيش ضيقة ومشي مغمومة، خصوصا انه فيها دو فاساد يعني الشمس تلحقها بنسبة كبيرة. هنا عندنا غرفة واحدة أخرى فيها بورت فينيتر، البالكو تاعها مغلوق يعني راه آمن للأطفال ومنه نشوفوا البحر ولا الشاطئ عن قرب. قلنا رانا في حي الميناء، حي هادئ ونظيف عنده إطلالة جميلة في ولاية شلف، دائرة بلدية تتنس. الطريق الرئيسي راه قدامك طريق معبد وكاين عقارات أخرى في المنطقة والمرافق كامل متوفرين فيه. شكون كيما انت تشوف منظر كيما هكا من دارك وفي كل وقت؟ البحر اصلا يخليك ترتاح وتنسى كامل لابريسيون اللي في حياتك، وراح تتهنى من ديبلاسمو بها تروح تزور البحر. الشقة تتكون من غرفتين مع غرفة استقبال وأول كبير، مطبخ وحمام ومرحاض. الأول ممكن تستغله وتربح غرفة واحدة أخرى بيسكرها نقي وبزاف شباب. الجدران اللي فيه جزء منهم مخدوم بالفايونس، السقف تاعو مفيني مليح، أرضية نقية وجديدة، الجدران راهم سامبل ونظاف، السقف مخدوم مليح يسمى تقدر متعاود والو في الشقة وتسكن فيها من نهارك. غرفة الاستقبال فيها كليماتيزور وعندك أيضا شوفاج سونترال وخزان مائي، يسمى التجهيزات الأساسية راك تهنيت منهم. أيضا البالكون تاع الصالو راه آمن وواسع، تخيل قاعدة هنا في الليل مع الكالم وصوت البحر تنسيك في كلش وتريح راسك شوي. بالنسبة للحي راه آمن، فيه مراكز الشرطة وفيه حراس السواحل. حي الميناء في ولاية شلف، دائرة بلدية تتنس. في الواجهة هذه راح تشوف الجهة الأخرى من المنطقة واللي فيها مجموعة من العمارات من نفس النوع تاع العمارة اللي رانا فيه، عمارات بتصميم متناسب مع المنطقة ومع اسم الحي. منطقة وموقع مناسب للاستقرار ولا للاستثمار، إطلالة جميلة وشقة مفينية من كلش، ما راحش تزيد تصرف عليها دراهم وحدوخرين. المطبخ الله يبارك عليهم فيني كامل بفايونس لون وشباب، البلون دو ترافاي واسع ويخلي المادام تخدم فيه آليز، والشقة تتوفر على الكهرباء، الماء، والغاز، والانترنت. كاين في المطبخ ايضا بورت فينيت خلي راهي مصدر جيد للتهوية وتضمن لك الاضاءة مع التجهيزات اللي ذكرتهم لكم مقبل. كاين ايضا شوف با اللي راه يعتبر من الاساسيات في المنزل ومن وسائل الراحة. البالكون في هذا الجزء راه مشترك بين المطبخ والصالون، عنده واجهة على البحر سون فيزافي وواجهة أخرى على العمارات ولا على الحي من الجهة الثانية. بالإضافة للمساحة الواسعة تاع هذه الشقة 116 متر مربع، عندنا ميزة ولا خاصية أخرى واللي هي التهوية والإضاءة. الشقة راهي مشروحة بزاف وتخليك ترتاح فيها بالسيف عليك. قسما كثروا الضواو في المنزل ما راحش يعوضوا الإضاءة الطبيعية. لحد الآن رانا شفنا كامل التفاصيل تاع هذه الشقة اللي راهي للبيع بعقد الملكية، باقي لنا نشوفوا الحمام والمرحاض كيفاه مخدومين والمساحة المخصصة ليهم. كلش راه واضح قدامكم، الصبيغة راهي نقية وجديدة والشقة واجدة كامل تقدر تسكن فيها في نفس النهار. حتى الحمام مخدوم مليح وواسع، الجدران تاعهم فينين كامل بفايونس راه في حالة جيدة، ما
مش قديم ولا مكسر، السقف أيضا مفيني والأرضية حتى هي مخدومة، وفيه مجموعة من التجهيزات ذات نوعية رفيعة، حتى الأبواب والنوافذ في الشقة الكاليتي تاعهم مليحة. كي نخرجوا من الحمام نلقاو المرحاض مقابله، راه مخدوم بنفس ستيل تاع الحمام وبنفس الفايونس. كما راكم تشوفوا كلش فيه راه مفيني، سقف وأرضية وجدران. باختصار العرض هذا مكمول من جميع النواحي، وفيه كامل الأساسيات اللي لازم يتوفروا في أي منزل. راه بمساحة 116 متر مربع، وراه للبيع بعقد الملكية. متابعينا، إذا حبيتوا تعرفوا تفاصيل أكثر حول هذا العرض اللي راه من ولاية شلف دائرة تتنس حي الميناء، تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح تلقاو رقمه أسفل الفيديو وفي التعليقات.